مشاهدي وتشبيه قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشرين جديد من الدار البيضاء. وكيف كتشوفوا في هذه الأثناء والساعة تشير إلى حوالي 7 صباحا، انقلاب شاحنة من الحجم الكبير بطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة، وذلك على مستوى منطقة الحي المحمدي عين السبع. وكالعادة وفور علمهم بالحادث انتقلت إلى عين مكان عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع، كذلك مصلحة حوادث السير لتأمين المنطقة. وكيف كتشوفوا هذه هي الشاحنة، خويا انت هو السائق، فين هو السائق؟ سيدي كان سايق فين هو؟ عيط عليه عيط. كنتي معاه؟ كان شي واحد معاكم؟ كنتي معاه؟ عاودنا شنو وقع، اجي عاودنا شنو وقع. انت ما كنتيش معاهم؟ لا. اذا كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هذه هي الحاله ديال هذه الشاحنه بالطريق السيار الرابط بين مدينه الدار البيضاء والجديده على مستوى منطقه الحي المحمدي عين السبع. تتواجد بعين المكان من أجل تأمين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة. مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني. السلام عليكم. انت هو السائق ديال الشاحنه؟ عاود لنا كيفاش انت كنتي معاه؟ انا هو رب الشاحنه. واخا شنو وقع؟ شنو عاود شنو قال لك؟ اسيدي حنا جايين بخير وسلام الطريق من سلا لزرع عمر. كما كنجيو يوميا مدة على ما يقرب من المحل هذا على الوليد، الشاحنة اللي كتعرض لها عمر تدخل البضائع، فإذا بالسائق أنه انزلقت فيه الشاحنة وقدر الله ما شاء. واش كان جايب شي سرعة؟ لا لا ما كان، كان جايب شوية. الحمد لله ما كنتعداوش حنايا السرعة القانونية، والمشرف كلشي راه كاين. السائق ما توعدش؟ السائق أنه توعد واحد الشوية في راسه. نتمنى النقل ديالهم صايرة في الإسعاف. صايرة في الإسعاف في عين المكان. ونتمناو له الشفاء. نتمناو له الشفاء. نتمناو له الشفاء. شكرا شكرا على التوضيحات. إذا كيف شفتوا كان معنا رب الشاحنة اللي عطانا توضيحات بخصوص هذه الحادثة اللي كيعرفها كتعرفها المقطع الطرقي بين رابط بين مدينة الدار البيضاء والجديدة على مستوى منطقة الحي المحمدي. الجر يعني شاحنة الجر ستقوم بمحاولة. وعليكم السلام.
محاولة شغب هذه الشاحنة من أجل ترك تحاول شغل هذه الشاحنة من أجل المحافظة على انسيابية الطريق. إذن شكرا على تتبعكم هذا المباشر، تفاصيل أكثر حول هذا الحديث تجدونها على قناتكم شوف تيفي. لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.